قابلت كتير وشوفت كتير وانا بدور حبيبي عليك، وقلت تعبت وكفاية، مشيت تايه ما بين الناس، مفيش لمسة دفا واحساس، وقلت حعيش كده وخلاص، لقيتك جنبي ومعايا يا حبيبي. كنت فين غايب عني؟ قلبي كان ضايع مني، قولي مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. ضيفي النهارده فنان، اولا انا بحبه جدا وهتعرفوا بحبه جدا ليه يعني، لكن هو بخلاف ان انا بحبه هو موهوب وصاحب صوت دافئ، عمل لنفسه مكانه خاصه جدا في الغناء، وفي وقت بسيط جدا اصبح من الاصوات الجذابه جدا. اشتهر باغنيته يا عيني يا ليل اللي حققت شهره ونجاح كبير، وبعد كده لمع نجمه لما غنى أغنية الفيلم الجميل اللي هو يمكن خلاني أحس قد إيه هو إنسان جميل وصادق جدا، لما غنى أغنية فيلم واحد من الناس اللي أصبحت بعد كده هي تتر البرنامج اللي أنا بتشرف إن أنا بقدمه على مدار 8 سنين، برنامج واحد من الناس. هذا البرنامج الجميل بدايته كانت فيلم جميل كتبه بلال فضل، أخرجه أحمد نادر جلال، وغناه نجمنا اللي معانا واللي مشرفنا النهارده النجم الجميل لؤي، وكان بطولة صديقي العزيز كريم عبد العزيز. لؤي بعد ما غنى واحد من الناس، الحقيقة أنا لأول مرة أشعر إن أنا
مع صوت صادق جدا دخل قلوب الجماهير من غير استئذان، اعتبرته حالة خاصة وحسيت ان ليه مكانة متميزة خصوصا في قلوب اللي بيحبوا الطرب الأصيل وبيحبوا فن الزمن الجميل. هو دخل الوسط الفني ونجح فيه وتمكن من إظهار موهبته بجدارة جدا، والنهاردة هنعرف منه أسباب اختفائه وأسباب عشقه للفن القديم الأصيل وأسباب نجاحاته ومشاريعه اللي جاية. نورتني بوجود حضرتك وبرسي جدا على الكلام الجميل ده، وحضرتك عارف ان انا كمان بحترمك وبحبك جدا. لا والله انا بحبك جدا، لان انا بقولك اغنية واحد من الناس بالنسبة لي بتمثل حالة خاصة. شوف كل الاغاني في حياتي كوم، واغنية واحد من الناس كوم، وانت الحقيقة مش مطرب عادي، انت مطرب صادق، لانك انت لما غنيت واحد من الناس قد ايه لمستنا ولمست الناس، لدرجة بقولك ان اصبحت تتر البرنامج واصبحت الميلودي بتاعت البرنامج. فانا بهنيك على صدق مشاعرك. الجمعية مبروك كمان على الجمعية كمان. نجاح الجمعية الحمد لله. الحمد لله. جمعية واحد من الناس. كله بداية كانت واحد من الناس. وخليني ارحب بفرقتك الجميلة اللي نورانا النهاردة، شرفتونا ونورتونا النهاردة، واهلا بحضراتكم. ايه بقى الحكايه؟ يعني انا عمال اقول من 2003 نجم جميل ومكسر الدنيا وهيقلب الدنيا وصوت فيه شجن وفيه دفء، وبعدين النجم ده يختفي فجاه. وبعدين طبعا مبروك الالبوم الجديد مع صديق محسن جابر، لكن انا عايز اعرف اسرار الاختفاء ايه ثم العوده؟ مقصوده انت كنت مختفي بارادتك ولا غصب عنك؟ والله انا بتسال في ده كتير، في حته انت مكسن، طب انت قاصد، طب انت، وفي طبعا اشاعات كتير طلعت اللي هو يعني. قولي الحقيقه، انا عايز اعرف يعني بوضوح بقى، قولي الحقيقه بوضوح. احنا برنامج بوضوح. صح، مش واحد من الناس. مش واحد من الناس. بمنتهى الوضوح، بص انا مش عايز طبعا اتكلم في يعني في مشاكل ولا حاجه، حاجات حصلت، بس انا عايز عشان نعمل فينال للكلام ده او الغياب بتاع لؤي لازم نقفله بكلمتين. اكتشفت، دي اغنية عندي على فكرة في الالبوم برضه، اكتشفت ان في لعبة اتلعبت، وانا كده كده بحب اللعبة الحلوة، مفيش حد ما بيحبش اللعبة الحلوة، بس ما تبقاش عليه. في لعبة كده اتلعبت، وبشكر اللي قال لي في يوم من الايام، وده حتى لو قريب بشكره برضه، يعني مش عشان استنى كل ده، هو كان مدير انتاج. وبحترم فيه ان هو يمكن عشان هو فنان جه قال لي، يعني كان فنان وبطل، يعني هو نزل يمكن ألبومين زمان وبطل. شريف بحييه طبعا. جه قال لي بص انا من الاخر بقى، انت بقالك 4 سنين مع الشركة التانية، انا هقولها لك بمنتهى الصراحة ورزقي على الله، انا كده كده ايه، انا ماشي ماشي. قلت له تمام. قال لي انت شايف ان صدفة ان واحد يروح استراليا والتاني يجي من استراليا؟ قلت له عادي بتحصل يعني. قال لي لا، الاثنين صحاب، المنتج الاولاني والمنتج التاني، والاثنين اصلا يعني زي ما تقول في انتقام كده مش حلو. فده انا برد على الناس لسبب ما حدش يقول يعني كان في مؤامرة يعني انك انت ما تغنيش. للأسف. وده لما اكتشفته. بص يا دكتور عمرو، الواحد ما يعني مش بيزعل، مش هقول لك انا قلبي اتقبض، ولا انا حسيت اللي هو طب انت ممكن يعني ممكن بني ادم في يوم من الايام يفكر، حتى لو حصلت مشاكل الناس بتسميها مشاكل، هو اسمه مطالبه بالحق. هل المطالبه بالحق ان انا مع راجل منتج وانا مطرب ينفع ان انا افضل اتكلم طول السنين دي في حته مشاكل وفي حته وفي حته وما غنيش؟ صحيح. انزل بسنجل افلام او انزل بسنجل فيلم او سنجل مسلسل والحياه تفضل كده، والناس عماله تقول لي انت فين انت فين انت فين. يمكن الناس اللي ادتني الفيدباك اللي هو يعني هم الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عمرك. انا سعيد برجوعك. فده بمنتهى الوضوح عشان الناس اشكرك انك انت كنت صادق الصدق ده. وانا اللي يهمني بقى اللي جاي وانتاجك، وانا سعيد ان في البوم جديد انت طبعا. والله يسامح الجميع طبعا. ويعني وسعيد بوجودك كمان مع صديقي العزيز محسن جابر، ومحسن منتج كبير طبعاً. وعنده طبعاً. تذوق خاص للموسيقى طبعا. الحمد لله على السلامة. الله يسلم عمرك. بس قبل ما ابدا اسمع حاجة من الألبوم الجديد لازم اسمع واحد من الناس. ده أساسي طبعا. ونسمع واحد من الناس طبعاً. لأن أنا عايز أقول لك أنت واحد من الناس بقى اللي كنت لازم تكون ضيف واحد من الناس. ما هو الألبوم ده بإذن الله يعني في حاجات شبه واحد من الناس طبعا. تحية لألبوم درجة قمر.
وتحيه لمحمد يحيى. محمد يحيى احنا عملنا نجاحات كتير معاه طبعا، عايشها دي برضه لحن محمد يحيى وكلمات محمد الرفاعي. فيلا بينا. كان واحد من الناس زي كل الناس، ناس عايشة بتجري وشقيانة وهي عايشة وخلاص. كان واحد من الناس زي كل الناس، مستورة مادام بابنا علينا مقفول بالدرب. بس الايام مش سايبانا، مش سايبانا في حالنا، بتاخدنا غدر على اخوانا ويانا باللي جرالنا. بس الايام مش سايبانا، مش سايبانا في حالنا، بتاخدنا تضرب في الكل. واللي خاف ينداس ينداس. من قبل الناس تسرقنا وبنار الفرقة تحرقنا، كنا حنعمل ايه؟ اتبدلنا وتغيرنا، ايه حنخسر واكتر ما خسرنا؟ كان لازم نقوى لا تكسرنا، ايه حنخاف عليه؟ وبتضرب في الكل. واللي خاف انداس انداس. كان واحد من الناس زي كل الناس، ناس عايشة بتجري وشقيانة وهي عايشة وخلاص. جميل يعني. أغنية معبرة عن الناس ومشاكل الناس وحاسيس الناس طبعا، والأيام مش سايبة الناس في حالها خالص طبعا. وممكن تنداس، وفي طبعا بينداس قدام عينينا كلنا كل يوم، في ناس بتنداس. لا وصالحه لكل الازمنه الاغنيه دي، لكل الاجيال. الحمد لله هي كانت توفيق. حطها في اي زمن شغاله. سبحان الله فعلا. يعني مش عايز اقول لك ما فكرناش نغيرها ابدا، لان هي معبره الحقيقه. الحمد لله يا دكتور. الناس هي الناس، وانت واحد من الناس الجمال. ربنا يخليك. بس واضح ان تركيبتك الانسانيه دي ليها ابعاد اجتماعيه. بحس كده في صوتك بشجن، وبحس فيه بعزوبه. عايز اعرف تربيتك، نشاتك، والدك والدتك دورهم ايه؟ هل حد فيهم صوته حلو فاثر فيك؟ الاثنين صوتهم حلو. والدي صديق
قبل ما يبقى اب كان عايزني اندهله باسمه من وانا صغير. طبعا اتكسفت طبعا شويه، بس عملت ده مع ولادي، ما بيقولوليش يا بابا، بيقولوا لي يا لؤي على طول، يعني اللي هو كان عايزه انا عملته معاه. انت اولادك عندهم قد ايه؟ لمر حتم لسه 5 واسر لسه ما تمش 3. فعملت ده مع ولادي، غير انه صاحب، غير انه هو ما عندوش حاجه، مثلا بابايا ما عندوش نوع من انواع المستحيل خالص، اي مشكله هو بيقوم تلاقيه احتواها كده، مش هي اللي ده مش هو اللي دخل فيها. اتعلمت ده منه، اتعلمت من والدتي مع انها عصبيه شويه، بس لما كبرت فهمت العصبيه دي ليه، ده من الطيبه الزياده قوي قوي قوي، وبخاف على الاثنين جدا وكده يعني. ربنا يخليهم لك يعني، لان ان شاء الله يعني تبقى وهم اللي خلوا لؤي كده، وان شاء الله يبقى كمان احسن واكبر من كده يعني. برك بيهم هو اللي مفتاح النجاح ان شاء الله باذن الله. يا رب. نسمع حاجه بقى من الالبوم الجديد. يا راحتك. يا ولا ينفع كده ليه بالشكل ده، انا حربة القلب يكمل كده، لا في بالي هواه ولا بستناه، ولا حقدر اعيش واكمل كده. ولا ينفع كده ليه بالشكل ده، انا حربة القلب كمل كده، لا في بالي هوا ولا بستنى، ولا حقدر اعيش واكمل كده. كان كل حنين والدمع العين لو غاب، يوم عندي بستنى، واخدت انا ايه من صبر يا علي غير جرح كمل عمري معاه. كان كل حنين وبدمع العين لو غاب، يوم عندي بستنى، واخدت انا ايه من صبر يا علي غير جرح مكمل عمري معاه. ولا ينفع كده ليه بالشكل ده، انا هرضى القلب يكمل كده، لا في بالي هوا ولا بستنى، ولا حقدر اعيش واكمل كده. ما عشت عشانه وخفت عليه، فرحني يومين وجرحني سنين، وانا قلت حبيبي وهعمل ايه دلوقتي، يا ناس بيموت احساس، يا ما عشت عشانه وخفت عليه. ولا ينفع كده ليه بالشكل ده، انا هرضى القلب يكمل كده، لفه
استنى ولا هقدر اعيش واكمل كده. نطلع لفاصل نرجع نواصل حوارنا مع مطربنا الجميل لؤي. رجعنا لحضراتكم تاني مع الجميل لؤي وارجع يا زمان حن يا ماضي. يعني يمكن كان برضو انت كنت من المطربين الجمال قوي اللي قدرت تعبر عن المحتوى الدرامي للمسلسلات بغنى التترات. المسلسل ده قد ايه كان مسلسل رومانسي ومسلسل جميل كان بطولة فنانة كبير جمال سليمان وبسمة طبعا واخراج المخرجة الكبيرة ايمن الحداد طبعا. كانت إضافة بالنسبة لك غناء التترات؟ بص سبحان الله هو يعني من أول مسلسل أنا عامل ثلاثة أو أربعة دلوقتي. إيه وإيه وإيه؟ أنا عامل الأدهم دي كانت أول حاجة للفنان أحمد عز. تاني مسلسل كان قصة حب مع عمرو مصطفى
برضو بوجه له تحية على اللحن الجميل ده. وبعد كده الشوارع الخلفية للراحل رحمة الله عليه الأستاذ عمار الشريعي، وبرضو كانت كلام دكتور مدحت. وآخر حاجة اللي هي مسلسل كلام على ورق، ده كان آخر مسلسل. يعني عمل 4 مسلسلات وكلهم الحمد لله كان ليا نصيب فيهم حلو الحمد لله. أظن إضافة للمطرب إن هو يغني التترات. عشان أنا ما كنتش بعمل، يعني كان الألبومز متوقفة شوية، فعايز أقول للناس إن أنا موجود معاكم، مش اختفيت يعني. في ظل طبعا الحاجات اللي كانت بتتقال لؤي بطل غنى، يعني دي سمعتها بودني مثلا في يوم من الأيام. لؤي مكسل، لؤي أصلي مش حاطط في دماغه الغنى، لؤي الكلام ده كله طبعا مش مظبوط ومش حقيقي، لأن أنا كنت بنزل كل سنجل كأني عندي مسؤولية ألبوم كامل. وخصوصا طبعا تترات المسلسلات، لأن أنت بتفضل 30 يوم على الشاشة. يا رب يبقى يعني يبقى صوتي خفيف على الناس، وبتبقى أنت حاط إيدك على قلبك كمسؤولية إن ده 30 يوم أنت في كل بيت. فالحمد لله طبعا موفق. عايز تسمعنا حاجة من تترات المسلسلات دي؟ في حاجة؟ ممكن. نفارق ناس، نقابل ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى هنزعل ونزعل ليه؟ حاجة كده يا رسية مش مربطينها. أول أغنية شهرتك وحسيت إنك بعدها بدأت فعلا مشوار النجومية كانت إيه؟ أول ألبوم أنا كده؟ يا عين يا ليل. أوكي؟ تاني ألبوم مين هيقدر؟ نزل من هنا، أنا عملت واحد من الناس. أوكي؟ المنتج الأولاني اللي أنا كنت ماضي معاه، الشركة الأولانية، أجل نزول الألبوم عشان واحد من الناس تحط فيه. اتحط فيه كألبوم يعني. فده اتعطل مثلا بتاع اسبوعين. اوكي، وبعد كده نزلنا الألبوم، فبقت دلوقتي واحد من الناس من ضمن ألبوم مين هيقدر. يعني هي كانت بصراحة. طب نسمع آية ليه موفقة يعني. يلا نسمع آية ليه. ولا باب ولا مال ولا ليلة كان قريب.
دي كانت البداية بقى، دي كانت الانطلاقة الأولانية للناس بعدها. ألبوم أنا كده، ودي الأغنية اللي اتعملت. بتحب الأغنية الكلمات الطويلة؟ بحس يعني اختيارك للكلمات الجاتوهات. صح؟ طبعا. ليه؟ عشان المفروض المطرب، أوكي أنا مش ضد إن حد يعمل ستايل، مع إن المفروض إن إحنا اللي نتقلد، يعني يوم ما حتى هنبدل ثقافات من بعض كأوروبا وكشرق أوسط، يعني إحنا عندنا الربع تون نحافظ عليه، مش نسيبه خالص ونروح نجيب حاجات وشكرا على كده خلاص. خلاص كده أنا كده عملت زي برا بالظبط. لا، عايز تاخد خد مثلا أغنية أغنيتين ستايل، لكن أنت عندك المفروض المطرب اللي جاته ده أو الجمل الطويلة هي اللي بتبين اسمها قماشة المطرب. قوة صوته؟ صوته مش قوة صوته بس، قماشة صوته، نوعية صوته مريحة حنينة ليها كذا شكل، فده اللي بيبين، مش القطع. انت لو غنيت شعبي بقى شكلك ايه يعني؟ ممكن انا فكرت مرة تغني شعبي؟ طبعا. ايه يعني نفسك تغني لمين شعبي لو تغني شعبي؟ اللي تعبنا سنين في هواه، عامل نفسه ما يعرفناش، بعد العمر ده كله معاه، فاتنا وقال راجع ولا جاش، اللي تعبنا سنين في هواه، عامل نفسه ما يعرفناش، بعد العمر ده كله معاه، فاتنا وقال راجع ولا جاش، وهو من يومها لما بقابله عيني في عينه ما نزلها، مستكترها مستخسرها ما بيقولهاش، يلي في حبه ضيع قلبي ورحت بقلاش، حتى ازاي مستكترها مستخسرها ما بيقولهاش، يلي في حبه ضيع قلبي ورحت بلاش، ضيع قلبي ورحت بلاش. حاجة كده يعني صغيرة. أنا أول مرة أسمعك بغني يعني شعبي، بس جميل. بس إيه رأيك في أغاني المهرجانات؟ أغاني المهرجانات بتبقى معتمده اكتر على التريبل والسكسكه والبيز يعني الحاجات دي اللي بتبقى باينه قوي، الموسيقى بتبقى اعلى بمعنى اخر، يعني بمعنى اصح تعتمد على الموسيقى وعلى اللي بيقطع اللوبه بس، لكن بتعمل جو مفرح والناس عاجباها، في شريحه كبيره جدا جدا عاجبها مهرجانات. انا ممكن ارقص على مهرجانات في اي فرح معزوم فيه او 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 برقص انا واصحابي عليه، هو جو بيعمل جو بصراحه حلو قوي. هنسمع ايه بقى من الالبوم الجديد؟ براحتك. ممكن نقول مثلا، نقول اللي انا بسميها ليدي البوم مين هيقدر اخاف ليه؟ اخاف ليه؟ اتفضل. يلا
فاصل نرجع بعد نواصل هذه الأمسية الجميلة مع المطرب الجميل لؤي. الدنيا تخوف سكتة ما فيهاش حد بعدك زي اللي قبله كل يوم بيروح خلاص ما بقاش مطمن قلبي ولا مرتاح في بعدك جنتي يا حبيبي دي اللي ما فيها ناس الدنيا تخوف سكتة ما فيهاش حد بعدك زي اللي قبله كل يوم بيروح خلاص ما بقاش مطمن قلبي ولا مرتاح في بعدك جنتي يا حبيبي دي اللي ما فيها ناس ما بتكلمش في غيابك ولا بحكي وبيل ونهار انا وقلبي عليك نبكي بخبي دمعتي في عيني قصاد الناس محبش ابان وانا منك في يوم بشكي ما بتكلمش في غيابك ولا بحكي مفيش زي قلبك هما اللي بعدوا من الفراق ده بياخدوا ايه قلبي تملي بيسألني انا ليه ما بقتش جنبك
وانا مش لاقي له كلام يفيد فبصعب عليك. ما بتكلمش في غيابك ولا بحكي وليل ونهار انا وقلبي عليك نبكي. بخبي دمعتي في عيني قصاد الناس. محبش ابان وانا منك في يوم بشتي. ما بتكلمش في غيابك ولا بحكي وليل ونهار انا وقلبي عليك نبكي. بخبي دمعتي في عيني قصاد الناس. محبش ابان وانا منك في يوم بشكي. رجعنا لحضراتكم تاني مع الجميل لؤي وصوت الجميل اللي فيه شجن وفيه عذوبة وفيه جمال. واضح ان الفترة الجاية هتشهد بقى مرحلة نشاط بعد فترة. الالبوم ده بقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني. رجعت من الغياب اللي فات ده واول اول مرحلة اهو. مشاريعك اللي جاية ايه بقى؟ اطمن على الالبوم ده زي ما انا الحمد لله دلوقتي مطمن. عايز ازيد بقى ازيد اطمئنان الحمد لله يا رب كده. وعايز ادخل ان شاء الله في التمثيل وعايز اعمل ناوي تخش تمثل ان شاء الله في مشاريع معينه ان شاء الله. ايه في إيه؟ انا من 2003 في مشاريع بس كلها كانت مؤجله يعني عشان نشوف القصه بتاعه الانتاج. يعني انا نوع من التمثيل عايز تعمله؟ دراما، الكوميدي، التراجيدي؟ والله انا عايز اعمل قصه حلوه يتحط فيها كوميدي يتحط فيها دراما. ده طبيعي، دي الطبخه اسمها. لكن كقصه هو الورق اللي بس تشترط ان يكون في غنى؟ يعني لازم تطلع لا بدورك كمطرب لا ولا لا 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 ممثل؟ انا بس كفايه عليا بس الـ التتر زي ما بعمل في افلام غيري هعمل بالظبط. لكن جوه مش شرط ان انا اطلع مطرب برضه يعني. مش ايه رايك في البرامج اللي هي بتاعت اكتشاف المواهب الاصوات الجديده؟ بتشوفها اكيد. طبعا. ايه رايك فيها؟ ما بيكملوش ومستغرب ليه يعني. بعد ما الواحد بينجح ما بيبقاش موجود. تفتكر هل البرامج دي اكتر كوميرشال، اكتر تجاريه اكتر، هي ولا تجارية فعلا طبعاً بتدي أكتر فرصه ل لا هي تجاريه طبعا. انا اللي شايفه من وجهه نظري دي تجاريه اكتر. لان احنا كام واحد كسب واحنا سمعنا عنه؟ ما هي دي برضو المشكله. ده اللي خلانا اقول ان دي تجاريه اكتر. مفيش حد هو بعد ما بينجح خلاص انت نجحت لنفسك يعني. انا بحس ان هم بيقولوا له مع السلامه، شو امتى طريقك بقى وتعامل مع كاريرك زي ما انت عايز. لكن لا، هو المفروض حد ياخده او يسلموه لشركه انتاج بمعنى اخر تتولاه، معنى اصح تتولاه. لكن ما يخرجش من البرنامج يلاقي نفسه راح بيته تاني. هتسمعنا ايه قبل ما نختم الحلقه؟ والله بلدنا كلنا. نختم ببلدنا؟ اوكي. طيب خلاص اوكي. انا بشكر جدا الفرقه الجميله كانت معانا النهارده، نورتونا شرفتونا. لؤي انا بشكرك جدا جدا، وجدا سعيد، وعايز المره الجايه تكون بقى عندي اخبار اكتر عنك ان شاء الله. والبومز مش البوم واحد ان شاء الله. بشكر جمهورنا الجميل النهارده اللي اكيد ساعد معانا النهارده برجوع المطرب الجميل لؤي للظهور بقوه بقى بعد فتره انحصار بسيطه. الحمد لله انتهت ورجع تاني. ونختم باغنيه من اغانيه الجميله بلدنا. بشكركم جدا، تصبحوا على الف خير. بلدنا في القلوب متشاله، ومهما تضيق عليها الحاله، ولادنا قدها ورجاله. ما نعرفش الهزار قصاد كل الظروف متحده، ونسبه تاني بعد الشده. وده بسر الدعاء والسجده ونيه الانتصار. Yeah.
عشان هالميت